السلام عليكم، صباح الخير. اليوم الأحد 12/4/1444، يوافق 6/11/22 ميلادي، على الساعة تقريبا 5:30. اليوم بدرت إيدي في الكسارة، مشيت من بدري أبى ألحق الشعور إذا هو موجود. المرة هذه معايا تونة وأخذت ربيان، نجرب نوعنا المرة هذه. وفي حبة سلمان هنا، خلينا نبدأ بالتونة أول شيء. والله يكتب الخير يا رب العالمين. الله يسرها، قد قطعت واحدة والثانية باقية. الله يكتب الخير. البحر نازل تقريبا، يعني مكشوف من هناك تقريبا حدود 150 متر، ولا كنت باخذ سنارة، لكن متعبة اشيلها معايا. ولا محلات البعيدة هذيك ودي اوصل لها ارمي فيها، رمي المحلات البعيدة هذيك توقع فيها خير. بنجرب اذا الموية ما ارتفعت قدمت شوية، لكن نبدأ الحين التونة. والله يكتب الخير. هلا شكتين كذا ورمي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رب. بسم الله ما شاء الله. الله لقيت يعني، الله يستر لا تضرب عندي هنا كذا. الله يستر منها. وقت السوري الكبار الحين، الله يجيبها. بتلحق عليها، تجي بدري ضربها بدري بعدين اوقف. الثانية هذه بركب فيها ربيان، نغير نجدد شكل طعام يعني قصدي، بركب فيها ربيان هذه. والله قد يوم مدمور، لكن مشي حالك، ما بيبان الحين، لكن زي كذا زي تخيط. الله يجيب الخير، الله يجيب الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. كان هذه تسحب، شوف هذه، شوف هذه كانها تسحب. ايوه هذه سحبت، هذه فيها واحدة، هذه ما مسكت، تسحب لكن ما مسكت. ايوه هي فيها واحدة صغيرة بس، هذه اول واحدة. ما ادري ايش هي. اوه امك دي هنا ولا الصخور دي؟ يا مجال شكلها مر دام انها مسكت كذا. ايوه مشت، ما ادري ايش هي. اوه مع عشاب جايه، مع حمله عشاب، لكن ايش ما تدري. امور امور سمان. نبغى الشعور، ما نبغاك انت. هذا هامور سمان من بدايتها. يلا نجربها، نرميها قريب. يلا هنا، الله يجيب الخير. يلا يا رب. كبيرة سلماني هذه اللي اخذتها من ابو نوف، لكن اشرحها ارجع لسلماني. اول رمية بالسلماني، جربنا التونة ولا يجي عليها ضرب، خاصة التونة. والثانية تنتش بسرعة، يتأخر ضرب، إذا ضربت نتشوها بسرعة. لكن خلنا نجرب هذه، أنا أجرب نشوف سلماني، نرجع لسلماني. قوي ويتحمل هو. شوف القرش وراي هناك، الله يستر منه. قرش هنا عند الأعشاب يجي يشغلني. والله الله يعين، أدري وين راح. شفت زعنفته هناك. نرجع نجرب الربيان. ادري ما في، ما لي حظ، ضر مره ضعيف.
الله يستر منك يا باشا. غني الله اجرب هذا. ما ادري فيها شيء ولا ما فيها شيء، والله ما ادري عنها فيها شيء، ما ادري ان كانت صغيره على الربيان ضربت اذا فيها شيء. اوه ابو مليس، ابو مليس ما شاء الله، هذا اول حبه ابو مليس ما شاء الله، اخيرا على الربيان. اسنانه والله انها هذه ما شاء الله بداية الخير. الله يجزاه الخير، قاعد نحاول. يا الله يا كريم، شكرا بجني القرش، الله يستر منه. يا الله يا ربي، الحين جاء الضربة، كنا صغار ابو نقطة وشلته. لا قاعد اشتغل على الربيان، تغير شوية، قاعد اشتغل ورمي هنا. الله يكتب الخير، هذا قده مدموع. يا الله يا رب، نحاول فيه لين. يا الله يا كريم، الله ضربت واحدة وسخرت هذه، يا واحدة اسمها مرة كبيرة. شوف الشيء سحبت كذا، اوه اللخبطة، شكلها هامور، شكلها دام انها هنا هامور في الصخور. لا ابو مليس برضه اليوم، اليوم يوم ابو مليس على الربيان، ابو مليس اليوم خلنا نطلع فيه دام انه جا، خلاص يحب الربيان اجل ابو مليس. هاي الثانية والله سحبت سحبة، بس ما ادري فيها شيء ولا لا، دي رجعت معايا ولا فكت، فكت سحبة قوية. الله يا ربي، سحبة روعة، الله يجيبها على سلماني. ضربت حبة كبيرة والله ما شاء الله، فقعت انها قطعت كذا، فكت او فردت، خليني اشوف شيك. والله شوف قوة السحبة، فرد والله، فرد من قوة السحبة. الله يجيبها، الله يجيبها على السلماني. ضربت والله حبة ما شاء الله تبارك الله، ما فاجأتني، احس انها صغيرة، كنت تريني كذا بسرعة، ما مداني فلت لها، حطيتها شوية خيط لكن فرد. ان شاء الله ترجع لها، ان شاء الله فيها واحدة ضربت كذا وسخرت ثقلت، ما ادري سمكة ولا عشب، ما عاد صرنا نعرف والله العظيم، والله ما عاد صرنا نعرف. فيها واحدة شي ابو نقطة، ابو نقطة والله ابو نقطة، خلي الطعم الله ما القفك، فك زين. يلا you
السحب حلو فكتها. يا الله يا كريم. ايوه هذه هي حالها. ايوه واحده فكت فكت فكت. ايوه صغيره صغيره هذه اللي مسكت. ايش هي هذه غريبه. عقام عقام. شوف ما شاء الله هذه فيها واحدة الله يجيبها، بس انها مسخرة مسخرة ولا فيها واحدة الله يجيبها. شو تسحب والله يصير من الشواك. ايوه ان شاء الله تجي ان شاء الله. كنا شاقة والله نقول هامور ان شاء الله. ايوه اوه فكت فكت والله ولا كانت تسحب. يلا الله يعوضنا. برضو نفس الحركة وفكت. تسحبها وتسخر وتفك اذا جديد عليها ما نعرف ايش هي. الله يجيب الخير الله يجيب الخير ما شاء الله. اوه يا الله سحبة حلوة يا الله. الله يجيبها. ما ادري فكت حظي حظي ما ادري والله العظيم. هي سحبات حلوة تفك. اوه يا ربي يا الله يا رب. اخر رمية تعبت والله. تجيني سحبات سحبات قوية لكن تفلت. سحبات سحبات كبار والله. علقتني هي اللي علقتني والله. وبطلع والله خلاص بحاول هذه ان شاء الله. ولا مشيت جت ثلاث سحبات تقريبا او اربع اسماك كبيرة. ننتظر هذه اذا في شيء ولا مشيت. توكلنا على الله الحمد لله والشكر. ما طلعت الا حبة عقام وابو ملس طلع على ال على ال شو اسمه على الربيع. وجد ضربات والله ضربات حلوة. هناك فرد الهوك وهنا فكت. الحمد لله والشكر. يحب البيان يضرب عليها يضرب على البيان هو حبتها. هذه هي توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله صخور هنا الله يستر منها. لا جيلي بينها شعب هنا تحت الجولي. هذه شعب رهيبة وحفر فيها لكن الأعشاب ماشي والله الهواء مير بينها. لكن كيف تصيدها هنا المشكلة كيف تطلعها. اوه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي ابو مليس خالف في مشاكل هنا. هذه هي هذه واحدة وانا الثانية. هذه كبيرة الله يستر لا تعطني. هاي اكبت كويس انا ما راحت. سبحان الله سبحان الله. بس سنتين هاي هاي الثانية كانت بتنفك مني. هاي صغيرة ثانية كبيرة الحمد لله. السلام عليكم مساكم الله بالخير. اليوم الأحد
برضو في العصر، نزلت في الصباح والحين بنزل في العصر. تاريخ اليوم 12/4/1444، يوافق 6/11/22 ميلادي. الساعة 4 الحين عصر تقريبا. بنزل لك السارة هذه، نزلت أكثر مرة جلب يعني على حسب، لكن المرة هذه أخذت سنارة، أبغى أرمي بعيد، أبي أجرب حظي مع السنارة، وأخذت معي جلب. إذا ما في ضربة سنارة رجعت على الجلب، يعني بساعة ونص كذا لين أذان المغرب. والله يكتب الخير لنا ولكم يا رب العالمين. معي سلمان ومعي عقاب هنا، والله يعيننا، الله يعيننا، بسم الله. حتى الموقع هذا حدوده 400 متر، لكنه متعب. وصله فيه تيجي زي ال نسميها قواس، تيجي زي الحفر كذا والحلات مرتفعة منخفضة، فمتعبة في المشي. إذا عديناها خلاص الله يسرها. أخذت هذه معي في يدي، ما هو عشان طريق لا، لكن فقرت على الفلين، خفت لا ينكب، خفت لا يطلع على جنبه، فأخذتها معي في يدي. قاعد ابي ابو علي صلحها وانا استخدمها اكثر شيء، قد صدت ودمرتها. شوفها وصلنا اللهم لك الحمد، لكن ابغى اشوف لي محل الحين ثبت هذا فيه. الحين ابغى الاقي لي محل، متعبة المحلات هذه. الله يسرها. ايوه ايوه كويسه كذا خلاص. وصلنا البحر كل ما ينزل. ايه هذه كذا كفايه. الله يكتب الخير، الله يكتب الخير. بحط راكات 9 وبشتغل سلماني. برمي بالعاده ارمي قريب هنا، لكن مرات برمي بعيد، يمكن الشعور هناك يمر ما تدري. ومعي جلب، لو ما في ضرب على السناره بشتغل جلب. لكن بنغير. طفشت من الجلب، مو طفشت يعني نغير شويه. انتوا اللي طفشتوا من الجلب، ولا انا ما طفشت منه، لكن انتوا طفشتوا منه كل شوي انا جلب جلب. يا الله يا رب، الله يرزقنا الخير، الله يرزقنا الخير. كويس الوضع، الهواء كويس ما هو قوي، والبحر كل ما لا ينزل. هيا الله يستر من القنافذ. لا هنا ما في شيء ان شاء الله، المنطقة هذه ما فيها شيء. هذه رجعنا رملة ورا هناك عشان كذا حطيت هوك، يعني إذا في تصغير ولا شيء حطيت هوك واحد بس. إذا في تصغير ورا هناك ما أدري والله، رملة الظاهر لي إنها رملة، لكن ما تدري يمكن يكون في شعب تحت نازلة ماني شايفها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رب نجرب حطنا مع هذا السنارة، الله يكتب الخير. خيط حرير، ماكينة بي جي 90 دايوا، القصبة سي ماستر. يا الله هذا حتروح بعيد. شوف عميقة، يلا عميقة منطقة هناك محل ما يرمي. شوف كويس كذا خلاص، خلاص حطها هنا وننتظر، ننتظر الخير الله يجيبه. يبين عميقة، شوف الخيط فين نازل، حطها هنا إلين يجيها نصيبها. لكن القاعدة ما هي ثابتة، احملها ما ضرب شيء عليها لحد الآن، حتى ما في مناوشات. بشتغل جلب، ارمي هنا عند الصخور، ارمي هنا قريب، ما ارميها بعيد. هنا الله يكتب الخير. ايوه في ضرب شيء، يا رميت جلب ضربت. يا رميت جلب في ناس ضرب. والله شكلي بطلع. شكلي فيها واحدة، شكلي فيها واحدة، ظاهر فيها واحدة. خلنا نطلع هذه عشان اضيعني نشيك عليها. طيب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يجيبها. ما شاء الله ما شاء الله، هذه حبة طيبة ما شاء الله، الله يجيبها. هذه حلوة ما شاء الله، أول واحدة ذي إن شاء الله شعور طيبة، إن شاء الله أنها شعور طيبة. ولكنها هامور هامور، لا هامور، أوه هامور، حلو هامور.
سمان حلو حجمه كويس. هنا والله يعين، هذه بداية الخير، بداية الخير. اللهم لك الحمد. فك نفسه حجمه، بس الصورة خلني اشوف. انت هذا كويس حجمه مبدئيا، حطه مبدئيا، حطه هنا الحمد لله والشكر. محاولة ثانية كويس، دام انه طلع سمان. اجل في شعب هناك محل ما ارميه، في شعب ان شاء الله تجي الهوامير ولا مشيت. بركز عليها السنارة اللي فيها ضرب، بخليه يجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. اني اول كنت اجي اجلب هنا قريب، ماشي خليني ارمي بعيد يمكن في شيء. الله يجيب الخير. هذا حسيت بشعور والله في البداية، دام قربت كذا شفتها سبحان الله حركة الخيط على الموية كذا، عرفت انها امر. لكن في البداية حسبتها شعور، بديت شعور تكون كويسة. ايوه استعجلت عليها. ثانية هذه صغيرة، هذا هامور اكيد، اكيد انها هامور. حركة على ما يروح كثير الخيط، هذه حركة هامور، بس انها صغيرة هذه المرة. الله يجيب الشعور ولا هامير كبار، الله يجيبها، الله يستر. القنافذ تكون عندي هنا، الله يجيب الخير. هذا صغير، سمان صغير، والله يعين. ايوه شوف صغير طويل. استنى ارضي كسرت رقبتي وانا طالع لها، الله نجد ما وقفت برضه، لكن كنا ربشة عقمان هذه. هلا شوف ضرب على طول ما يوقف. ايوه يلا 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 يلا. اي هذه واحدة لكن كانها صغيرة، او نعقام ربشته هذه موجود صخرت. لا يلا يجيب الخير يا الله يا كريم. هيا ايوه ايوه هذه واحدة، هذه واحدة ما شاء الله، ان شاء الله ما طيبة شكلها. حتى هي هوامير ولا شيء؟ دقيقة طيبة ذي، ان شاء الله ما طيبة. هامور برضه، هوامير سمان. ها لا ما شاء الله كشر كشر، لكن احجام هذه في الكشر راح برجعها، خاصة الكشر لانه قليل ما طلع الا الحجام منه كيلو كيلو الا اكثر. لا خلنا تروح تكفى بالكبار يا الله يجيبها. ان شاء الله انا موجود، ان شاء الله دام هذه طلعت ان شاء الله انا موجود. هذه صغيره يلا الله يجيب الخير، الله يجيب الخير. واحده صغيره مره، شكلها شعور صغيره ولا بنقطه؟ صغيره مره شعور سودي صغير. اوه تكفى الكبار منهم، هي الكبار اللي كويسة، جال هي اللي مسوية، هي اللي تضرب اليوم. وين راح الهرب؟ سولي ولا ابو بوز ولا الاسماء ثانية. ارمي هذه هنا ان شاء الله يجيها نصيبها، ويرميها هنا حتى هي يجيها شيء. ما ادري على الجرب ان شاء الله شعور، كانها الله اعلم كذا دخلتها كانها شعور. والله هامور، هذا هامور ما شاء الله ما شاء الله، حجم طيب، هذا حجم كويس، لقيتها شعور. شوف ما شاء الله ما في الا وقف الضرب هنا على هذه، وصار الضرب على الجلبة بس زلمي رمي كذا خلاص راح الوقت. بشوفها والله شكلي برجعها، بس
فحطها مبدئيا. هذه ان شاء الله فيها واحدة، هذه واحدة صغيرة. ايوه شوف شوف، هذه انا بس طلع دي اول، هذه فيها واحدة ذي عقاب. صار شيك على ذي على ال يعني، خلاص بطلع بمشي. ترى فكت فكت تكفى، خلنا شوية بس ننتظرها إذا جاء شيء ولا مشيت. وانت جابك، انت جابك. اصبر ما احتاجه، خلاص قريب امشي. خليه يروح، بس انتظر. هذه فيها مناوشات حلوه. الله يجيب الخير، الله يجيب الخير. خلاص توكل على الله، توكل على الله. خلاص شكلها واحده ذي، ها؟ لا لا خلاص عاد، لا مشينا خلاص. تاخرت وراح الوقت، او اشوف الطريق باقي وراه مشوار. واقع صفط هذه، الله يعينها. لكن هذه الظاهر اني برجعها، والله الظاهر اني برجعها. كلنا صغار، شوفوا كلنا، شوفوا لنا صغار. هذا الهامور، الهامور الكشر كويس والله، بس ما توصل كيلو. خليك رايح. وهذا سمان، نجرب اليوم سنارة. يلا الحمد لله والشكر. هذه سمان، يلا يلا يلا. طلع شيء كويس كان، ممكن توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا يا رب. يا شيء ذي شكل فيها واحدة، شكل فيها واحدة كذا ماسكة صغيرة. ولا اطلع من هنا، ما فيها شيء. يلا يا ربي، لا والله ما في. شوف ما في ضرب هناك، الضرب قريب. في البداية كان الضرب بعيد، وبعدين مع المغرب كذا رجع هنا سمك. توكلنا على الله، اللهم لك الحمد. ما ادري سبحان الله، السنة هذه ما توفقت في الصيد، ما هو زي السنوات اللي راحت كنت طلع خير. لكن السنة هذه ما خليت محل، اروح هنا اروح هنا، سبحان الله. الحمد لله الحمد لله، نصيب، ما حد ياخذ نصيبه ورزقه. الحمد لله والشكر، الحمد لله.